نعمة الله علي أنا بداخل السجن ما عندك وقت. ولا أنسى أيضا الفضل لله سبحانه وتعالى والعائلة محمد سعيد الحكيم اللي كانوا ويانا بالسجن، هو وأخوانه وأولاده، أخوانه أربعة وأولاده أربعة، جعلوا من الزنزانات غرفة 14 و15 رغم أنهم ممنوع عليهم الورقة والقلم، استطاعوا أن يجعلون من السجن حوزة علمية. والحمد لله درسنا فقه، درسنا نحو، درسنا فلسفة، درسنا كل الأمور المقدمات اللي بالحوزات العلمية درسناها بالسجن. إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. الظهر دخل مجموعة عمايم يتقدمهم سيد محمد سعيد الحكيم الله يرحمه المرجع، أخوانه وأولاده وأقاربهم، المهم كل 48 نفر جابوا، خلوهم غرفة 14 وغرفة 15. وداك وداك يا زينب وين وقتك وين، وداك على الجاية مالت بصدر الخيل، وديك وداك الهلج لو بطف الظلين. بدت الآن مرحلة التثقيف، مرحلة الدراسة. طبعا قبلهم كنا نحفظ قرآن، طبعا بالمناسبة ختمت القرآن بالسجن حفظ. بدأنا نحفظ مثلا أدعية الأيام، أدعية الأئمة، خطب أمير المؤمنين. يعني احنا قاعدين بالسجن، يا بنتش حافظ؟ قال مثلا حافظ فلان سورة تطيني أصحاب. إلى أن صار بعدين ما ختمنا الدورة مثلا، يا بنت فلان شنو دراستك؟ أنت تعرف اللي كانوا موجودين ما بيهم واحد أمي، لأنه البعثيين كانوا يعرفون من يجيبون، الناس الواعين. يعني أقل واحد بينا كان خريج إعدادية، فيابا أنت شو متخرج مثلا؟ يقول أنا آداب إنجليزي، يدرسنا إنجليزي. أنت شو مخلص؟ خلص إدارة واقتصاد، يدرسنا اقتصاد. أنت شو مخلص؟ آداب مثلا شعر كذا. هذا شوف هاي 24 ساعة ما تلحق بين النوم بين العبادة بين الحفظ. زين الحفظ شلون يصير؟ الورقة والقلم من الممنوعات، من الكبائر عند البعثيين. إذا أنت بالسجن ولزموا عندك ورقة لو قلم، هاي الطامة الكبرى الدورة، يعني قد توصل للموت، يعني بالتعذيب قد يوصلوك للموت، لأنه عدوهم هذا القلم، عدو البعثيين لأنه جهلة. الإنسان طبعا ما يعدم الوسائل، فبدينا مرات يجيبونا لبن، السليفون هذا الفوق نخليه على كارتونة، وأي شيء مدبب كان هذا عندنا الماي المقطر، شايفيه هذا قبل الماي المقطر هيك شيء، وصير منبلة بس مو حادة، يعني ما تثقب لهذا، فنكتب عليها تبين محفورة هيك، تقيلها هيك شيء تقراها. فكانت النصوص الشعرية، القرآن، الأدعية الكذا هذا، وكان المد أيضا من عائلة الحكيم زاهم الله خير. ما قاعد يصير عندي وقت فراغ حقيقة، يعني فالحمد لله والشكر. أنا في شباب رياضي يعني حقيقة، فأمارس كرة القدم، يعني فريق هنا أفغاني ألعب بيهم كرة قدم، وأنا ألعب حارس مرمى. الجماعة اللي بالسجن كانوا يعرفون أنا حارس مرمى السجن، شفتوا ياهم، أو حارس مرمى فريق السادة بيت الحكيم، كانوا سيد حسين الحكيم وبقية السادة. فعادة أطلع أتمشي، المشي هم أيضا، بالإضافة أنه زيارة أصدقاء. وهنا في بريطانيا يعني تختلف عن بقية الدول الأوروبية، أنا أيضا أمارس عمل
فقليل يكون عنده وقت فراغ يعني بين التحضير بين الدراسة الرياضة. فالحمد لله الوقت يعني ما قاعد يصير عنده وقت فراغ. أيضا أكو طريقة اللي بعد ما اكتشفوا هذه صارت عندنا طريقة الكتابة وسائل التعليم الكتابة بالهواء. يعني مثلا أنت مقابلي أريد أكتب لك كلمة أنت هسه راح تفهمها، هذا ألف، هاي حاء، هاي ميم، هاي دال، صارت أحمد. فمتري تستلمها تسوي لي هيك وأنت قاعد هناك، لأن احنا ممنوع علينا الحكي بغير زنزانة، مقابلك يسوي لك هيك يسوي لك هيك، كل ما يستلم كلمة يجمعهن هو بدماغه كذا يطلع موضوع. بعدكم معلومات تصير عبر الجدار، يعني زنزانة جنبك بيناتها حائط توصل لك كلام بيمن بالمورس. شايفين المورس العسكري النقطة ألف، نقطتين باء، ثلاثة جيم، خط دال، خط ونقطة واو، فتتل تك 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 على الحائط. هو من هناك من يستلم طب يضرب لك الحائط يستلم. وأيضا مواضيع تصير هذا عن طريق المورس. فكانت هاي الوسائل. بعدين لما اكتشفوا اللبن انه نكتب بالسلفون منعوا اللبن، قمنا نكتب الدورة على ورق النايلون مع الخبز، يجيبون هذا خبز، هذا الخبز يجيبوه بأكياس هم تخلي بداخله كارتون وتكتب عليه وتخلي عضوه هيك هم تشوف الكتابة. فقضينا هذه الفترة كلها، كانت حولنا السجن من سجن إلى تقريب تقدر تسميها جامعة علمية، يعني مو بس حوزة، لأن الحوزة بيدرس دروس علمية يعني دروس دينية، أما هذه كانت حتى اقتصاد كنا ندرس. يعني إذا أتذكر ولد بصراوي كان يدرسنا اقتصاد، النحو أنا درست دورة كاملة نحو بالصابونة جوا يكتب على هذا، لأن أصباب الأرضية وأخر البطانية ويكتب بالصابونة وبعدين يمسحها، ويكتب بالصابونة ويمسحها. الله يرحمه سيد غريبنا هلكوت اعطاني دورة كاملة مع النحو، قال راح يصير عندك أذن موسيقية، فهسه لما مذيع يحكي إذا يلحن ويخطئ رأسا يأشر عندي إنه هذا أخطأ بالكلمة الفلانية. يعني أنا هذه اللي اعطاني فد قوة بالسجن، أنا أعرف مصيري، أنا موقوف هنا وأنا مسجون، حتى إذا أموت هنا مو ندمان لأنه ما حملت سلاح وقاتلت المسلم. يعني أحس أنه الله سبحانه وتعالى مو يوسف عليه السلام قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، فعلا أنا كان السجن أحب إلي من أن أروح أقاتل مسلم أحمل بندقية وأقاتل. لكن المشكلة أنه كان أهلنا ما يعرفون. أحد الأخوان من السجناء كان أخوه ويا داخل الزنزانة، انصاب تدرن، تفاقم عدة تدرن، مات أخوه، مات بصفه. فهذا أعرف أخوه بالسجين كذا، يعني مسألة إنسانية. فقام يبكي، قام يصيح، تهستر، قام يصيح الله أكبر الله أكبر. الأقسام البقية الغرف عرفوا شنو الشغلة، قاموا يكبرون. القسم اللي بصفه كبروا ذولا شنو، هم يطلع ايده من الشباك يكتب. جانا الخبر، كبرنا، استمر التكبير. البعثين ما يردون هذا الصوت يطلع، فرادوا يخمدوه، استدعوا قوة. القوة قامت ترمي علينا رمي حي، رصاص حي. سادي بيت الحكيم قالوا أبويه الدعاء ما عندنا غير الدعاء، طلع الركب وسجود ودعاء. ظلين ندعو إلى أن إجا مسؤول من رئاسة الجمهورية، لأنه إحنا قضايانا صحيح كاتبين العمل والشؤون الاجتماعية، وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بس قضايانا كلها ويل رئاسة الجمهورية. دزونا مندوب من رئاسة الجمهورية، إجا المندوب طب، طبعا أول ما طب قال إلي الأمان أطب. قلنا له ايش عندنا، يعني احنا ناس مسالمين وداخل زنازين، احنا ايش نريد نسوي؟ قال شنو مطالبكم؟ قال ما عندنا مطالب، كل الامر اللي نريده تحسنون الاكل
ونشوف أهلنا وطلعوا للشمس. قال بس هاي؟ قال بس هاي. قالوا احنا خابرونا قالوا اكو ذولا تمرد عندهم بالسجن. ما عندنا تمرد، احنا ناس مسالمين يعني. وحتى تدري الحرس انت بين فتره وفتره يبدلوهم لانه يصير عندنا علاقه وياهم، بحيث اذا تبقى الباب مفتوح نقول له تعال 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 سد الباب حتى تصير مسؤوليه عليه. وكانت علاقتنا وياهم هوايه جيده، فكانوا يبدلوهم بين فتره وفتره يبدلون الطاقم. قال ذن بسيطات، الشمس لكم وأكل يتحسن ومواجهة تصير. فقلنا له هذه إذا مواعيد فقط بس تطينا موعد وما تنفذ ترى إنه جولة ثانية ومو من باب تهديد، بس إحنا نخير أنفسنا الموت أفضل إنا من هذا الموت البطيء، لأنه يوميا يموت عندنا واحد، كل شهر يموت عندنا واحد بالتدرن. باكر يجينا السرة ذكر حكايته، قال الدولة مو عاجزة إلا أن توفر لكم أكل، إحنا هاي الجبهة كاملة والشعب العراقي نعطي أكل وما. المهم من هذا الحكي والله ثاني يوم تحسن الأكل، طلعونا للشمس ساعة، بعدين ساعتين، بعدين دور خلونا نص نهار، بعدين قاموا دور طلعونا من الصبح يدخلونا بالليل. مهم صارت المواجهة، المواجهة من القصص المؤلمة. أنت مثلا ست سنين ونص أنا أهلي ما شايفهم، فإخواني كانوا صغار، فلما يجي لك لحية وشعر وشكله متغير، فصاحوا أسماءنا مواجهة. طلعت تانية بالجملون تفرش بطانية وتقعد على البطانية، كل من يقعد على بطانيته وأهله اللي يجون يعرفوه يرحون عليه. يا أبو خوش والله قاعد أنا باوع من الباب، يا أهلي طب أباوع عليها طب هناك باوعت، هاي والدتي إجت شوية، أبوي إجي شافوني إجوا سلموا عليه كذا، وياهم شاب قعد. قلت له منو هذا؟ قلت يا إمو هذا أخوك ما تعرفه، هذا محمد. محمد شو صاير؟ فتشي يعني غريب، شنو اللي صار كذا؟ المهم المواجهة قد طولت ساعة فقط. طلعوا وراها يمكن 6 أشهر صارت مواجهة ثانية، وبعدين صارت تقريب كل شهر مواجهة، إلى أن صارت الانتفاضة بال91 الشهر الثالث. احنا كنا مهربين راديو داخل السجن نسمع الاخبار، سقطت البصره، سقطت الناصريه، سقطت العماره، الديوانيه، نجف، كربله، حله، وصلوا ايه راح يوصلون بغداد. فاحنا كنا متهيئين انه ما ادري بها ساعه ممكن يدخلون علينا ويطلقون سراحنا، فكنا نخاف انه يقتلوننا قبل لا قبل لا يدخلون المجاهدين، قبل لا يدخلون الثوار إلى السجن. فكنا خايفين من هاي الحالة. أذكر كان الشهيد حسن مرزي الله يرحمه من أهل البصرة، كلفني بأنه أشيل الشباك من الشبابيك، شيل الشباك وسويت واحد أطلع مواجهة، من تصير مواجهة يطلعوني يبنون لي خيمة بالساحة أرسم بيها هذا، وقدرت أسوي واحد شبيه إلى نفس القياسات بالسمنت وشلت هذا. طبعا بعدين من أشيل الشباك لقيت أكو شياش طابة بالحائط، وصيت على تيغة وظليت أقص هيجي إلى أن شلت الشباك وخليت مكانه شباك ثاني، قلنا خاف يدخلون علينا حتى نقدر أقل شيء نقاومهم. احنا يبقى عندنا تعلق بالعراق، شلون اتمثل بهذا البيت للسيده زينب عليه السلام، تقول ان سرى جسمي فقلبي بكربلاء مقيم الى ان ينقضي مني العمر
واحنا نبقى اشتياقنا للعراق يبقى هذا الاشتياق المستمر. Yes, we go out. اخوي انتهت الانتفاضة والبعثيين لا يزالون موجودين بالحكم بغداد. سقطوا الانتفاضة، تخلوا علينا الدورة بقوائم أسماء، طبعا عدموا من حسن مرزي وعقيل ودكتور علي، جماعة هواية مجموعة، حتى السيد محمد سعيد الحكيم أخذوا للرضوانية، من السادة أخذوا مجموعة للرضوانية للتحقيق. يا شنو القضية؟ قالوا ذولا ناشطين داخل السجن وذولا يثقفون وذولا كانوا يحرضون الناس على الانتفاضة. شو يحرض الناس؟ أنا بالسجن. قالوا من يجون مواجهة تتحرضوهم. المهم عندنا مجموعة نعدمه والله يرحمهم، يتصور بالسجن ويجون يعتقلوك. اعتقلوهم أخذوهم. سيد محمد سعيد الحكيم الله يرحمه قال ادعوا لي أنه كل ما يطلعوني بالتلفزيون. فكانوا كل ما يسوون ويا لقاء ما يقدرون يطلعوا بالتلفزيون لأنه ما يقول الشيء اللي هم يردوا. فمرة اثنين ثلاثة إلى أن أيسوا من عنده ورجعوا جابوا للسجن. عندي واحد من إخواني بالانتفاضة استشهد الله يرحمه، عمره 17 سنة، استشهد بالنجف لأنه إحنا بالشنافية ولا واحد يعتقلوه الدور الأمن ما يفوتون حالي ذو رايحين جايين عليه. وهذا واحد من عندهم يقول لأمي، يقول له خالة إذا واحد أصبع بسرطان مو الأفضل يقصوه؟ ابنك سرطان بالمجتمع المفروض نقصه. زين انت امه يقولوا له بهالشكل، هذا التعذيب. زين اخوانك ما يصير يشتغلون، ما يصير يخلون بفلان ان شاء الله، لانه اللي يرتكب جريمه ممكن سابع عشر من قرايبه قد يتضرر، مو اخوانك اللي درجه اولى. فاهل عزموا الى ان ينتقلون للنجف، انتقلوا للنجف، انهزموا من روحة جهة الأمن عليهم، راحوا عاشوا بالنجف. صارت الانتفاضة، فأخواني يطلبون ثارات وطلعوا منتفضين شاركوا بالانتفاضة بأجمعهم. أخواني أنا ستة غيري سبعة، أهنا واحد استشهد بالنجف والبقية حملوا سلاح وقاتلوا. وبعدين لما دخل عليهم الجيش، في التصور من يدخلون الجيش ويعرفون هاي العائلة عندهم سجين وعندهم واحد مستشهد الله يرحم هذا أخوي أسعد، جت الطلقة منها بخده الأيمن، طلعت منه أنا من مخه يم صحن أمير المؤمنين بالنجف. فكانوا يدورون عليه أخواني ما لقوا، جاء واحد ورا يومين لقاه مدد بالصحن، ويقول المنظر كان منظر يفرح، يعني تحس بابتسامة على وجهه رغم أنه طلقة جايته منها بخده. المهم دفنوه، ومن دخل الجيش واحد من إخواني عسكري عنده إيفة، حطهم بالإيفة الجمل بما حمل وعبر بيهم للسعودية. ظليت أنا بالسجن، أمي قالت أنا ما أروح، خلي يروحون إخوانك، أنا ما أروح، من يجي لك بالمواجهة؟ تظل وحدك يما، روحت إيش لك علاقة بي؟ أنا بالسجن، أنا مصير معروف بالسجن، أنت روح خلصي. ما قبلت تطلع إلى أن جاء واحد من إخواني عبر الحدود ورجع للعراق، أخذها عبرها، بقيت أنا وحدي بالسجن. فالانتفاضة بالشهر الثالث انتهت. بالشهر السابع 21/7 صدر قرار صدام حسين بإطلاق سراح السجناء بضغط خارجي من الدول، لأنه قال ما عندي سياسيين، وأطلق سراحنا 24/12/91. صاحوا اسمي، إحنا جروب مجموعة، أنا واحد من عندهم، هتفوا بحياة الرئيس. احنا طالعين وقلنا بقينا 10 سنين بالسجن، تعالوا قولوا عاش الرئيس، عندنا كم واحد صفق ما ادري شنو كذا، هذه كاميراتهم هم. المهم طلعوني، انا ما طلعوني للشارع، وين ودوني؟ باعتبار عسكري ودوني لوحدتي بالتاجي، طببوني على ضابط رتبه ما اتذكر، طبعا شنو بيتوني بالتسفيرات وكذا. ثاني يوم يلا ودوني للوحده، فالضابط قال لي أنا راح أعطيك عدم تعرض 3 أيام،
قلت له تعرف أنا وين كنت؟ قال لي أعرف. قلت له ثلاث أيام وين أخليها؟ قال أنا هاي صلاحيتي. قلت له اعطيني إياها شوف من يرجع لك بعد. أعطاني الثلاث أيام عدم تعرض، طلعت وين أروح؟ أهل ما عندي، أهلي كلهم طالعين برا. المهم عن طريق الأقارب الضيف عد هذا والضيف عد هذا إلى أن قد الكلمة تجرح. العمام قالوا أبوي إحنا ما لنا شغل بيك، طردوني طرد، أنت حزب دعوة إحنا ناس بعثيين فلا تجينا بعد، انعم الله عليكم. عندي خاله متدين الله يرحمه بالسماوة أستاذ جاسم، قال خاله صديق كذا بتروح لهم ذولا تعال يمي. رحت للسماوة زين، مواليدي من السرحة، دفتر خدمة ما عندي زين، شلون اتحرك؟ من رحت للوحدة وبعد ما رجعت لهم دزوا القاء القبض علي للشنافية، رحت للشنافية لاقوني ذول جماعتي قالوا وين جاي لهنا؟ ارجع لانه اجى عليك كتاب القاء القبض لانه هارب من الجيش. امن النجف اجوا على بيت اهلي لان اختي قاعده بي، قالوا له وين احمد؟ خليه يجي علينا. رحت لهم شيردون، قالوا تجيب لنا معلومات عن اهلك لانه معقوله ما عندك علاقه وياهم طالعين للسعوديه وانت هنا، بس جيب لنا معلومات عنهم. قلت اعطيني اسبوعين، بالسبوعين بالسماوه. ظليت عايش بالسماوه ما اتحرك منا منا لانه بالسماوه خاله عنده علاقات، قال انا ممكن اخلصك يصير عليك شيء اخلصك، وفعلا خلصني. تزوجت صار عند محمد، محمد صار احنا طلعنا شهر 12 محمد صار ايضا بديسمبر 92، شهر 12 92 محمد طلع مريض عنده فتحه بالقلب، الحاله الماديه صعبه، اجرت لي بيت قعدت مأساة. اجاني واحد من اهل السماوه قال اني اطلعك الرفحه، اني اوصلك المخيم رفحه لان اهلي برفحه، اني اوصلك. توصل ما عندي فلوس، عندي بس هاي السيارة مال واحد من إخواني هم طالع للسعودية، قال تداور لي إياها وثاني يوم أنا أطلعك. رحت كتبتها باسمه بالمعارض على أساس مشتريها من عندي وثاني يوم يطلعني للسعودية. صديق داور السيارة باسمه يوصل البيت قام يصيح يا عالم الحقوا لي، هذا بحزب الدعوة باعني سيارة مال غوغاء الحقوا لي. الهزيمة، أفت السيارة وشردت السيارة، مصدر رزقك كنت أكل معته خبزة، السيارة راحت. وهذا أكو واحد طبعا جيرانهم كان مفوض مال الأمن، قال أخويا اشرد، شردت أخويا ويلزموني بالسماوة، لزموني الشرطة. هم زين الشرطة مو الأمن، فمركز الشرطة اجا خالي اللي يطاني وعد انه اني اخلصك. قال خالي هذا الحكي شو وقت؟ ب93 صار شوي فساد اداري بالعراق، الضابط طلب مبلغ ما اتذكر ايش قد. قلت خالي طيه بس خلي يطلعني. صدق شال فلوس الطاه، طبعا اسمعه اني قال لأمن النجف طالبينه. من قال أمن النجف رأسا الشريط ذاك القديم كله انعاد، انه راح يرجع علي هذا الفيلم من جديد. المهم الضابط أخذ الفلوس صاح اسمي كأنه ما لزمناك، روح الناس ما تريدك، أقاربك ما يردوك، الدولة تريدك. فأكو قاعدة بالأصول تقول أهون الضررين، إذا تتعرض إلى ضررين تأخذ أهون الضررين، تكون بي يعني قاعدة عقلية. فقررت أن أطلع خارج العراق، أطلع للسعودية. شون أطلع؟ وقر طريق التهريب. الأب الروحي مالتنا سيد محمد سعيد الحكيم كان يصلي بالصحن
أتذكر كان بها رمضان، رحت لي السلام عليكم سيدنا، عليكم السلام، قلت له عندي أمر أريد أستشيرك بيه، شو تقول؟ قلت له أنا راح أخذ مرتي وابني وأعبر مشي للسعودية. قال بوي أنت كل عقلك يعني خطرة هذه؟ قلت له ولذلك أنا إجيتك أريدك تأخذ لي خيرة. جر القرآن، فتح القرآن، بسم الله الرحمن الرحيم في سورة التوبة: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. ابتسم السيد، قال بوي توكل على الله. فرحت إلى واحد من المهربين، أخذت وياي ابن عمي، لأنه قلت له إذا صار علي شيء الجماعة ذول مسؤولين. وكان عندي وياي مسدس، لأنه ورا ما طلعت قلت لهم للبعثين بيني وبين نفسي، قلت لهم والله لا أعطيكم بيدي أعطاء الذليل بعد. فشلت المسدس اعطيته للمهربش، قلت له هذا كرامية لك، وش قد أجورك؟ قال أجوري هالقد ما أتذكر إيش قد أعطيت هي. هو شاب، أبوه كان خوش إنسان، قال لأبويا هذا الزلمة تموتون سوا وتعيشون سوا ما تطيه. فقررنا الرحيل، قررنا الرحيل أني ومرتي وهذا المهربجي ومحمد. محمد عمره سنة، أقل السنة، ومريض بالقلب، عنده فتحة بالقلب. وهم قالوا لي، قالوا لازم راح تمشي مشي من الحدود إلى مخيم رفعة مسافة 25 كيلومتر لازم تقطعها خلال الليل، إذا طلع عليك النهار يلزموك. خويا صعدونا بلاند جروز، مو لاند جروز، العفو، بيك اب. انا ومرتي صعدنا بالصدر ويانا محمد والبودي، يمكن بيفد 20 واحد مسلحين، شايلين كل واحد شايل 3 بنادق 4، هذول يعبرون سلاح للسعوديه يبيعوه. فوصلنا الى منطقه، طبعا مشت السيارة من نص الصبح، بس صحراء كل شيء ما تشوف، هو يندل بالصحراء تمشي، إلى أن وصلنا قريب الحدود بيت شعر، نزلنا ببيت الشعر، جابونا تشريبة 3/4 رمل، أكلنا هيك كذا هذه، قال شوية من ينزل الظلام نطلع نمشي. بس أنا ما أخاف مرتي وابني ويا ذولا ومسلحين، بس ما تعرف كل شيء يسوون لك يعني، ما وأنا مغدور بيه سابقا. قلت له أخويا طين بندقية من عندكم أنا أشيلها عنكم، طانة واحدة. وظليت أماشيهم على الجانب، هم يمشون منا وأنا أمشي منا، إلى أن وصلنا إلى منطقة يسموها البطن. النبي هاجر لأنه مكة وقفت موقف صلب من تبليغ الرسالة، وما كان المسلمين ما أعطوهم مجال أن يبلغون الرسالة، ما خلوهم يؤدون طقوسهم الدينية، لذلك هاجروا. أكو آية بالقرآن بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ أولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إذا تعيش في بلد ولا تستطيع أن تؤدي شعائرك الدينية يتعين عليك الهجرة.